الآن معنا من بغداد باسل الكاظمي الكاتب والباحث السياسي. سيد باسل، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. سأبدأ معك من هذه العواجل التي أوردناها على الشاشة قبل قليل، بأن العراق يعلن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لتشكيل لجنة ثنائية لتقييم مستقبل التحالف المناهض لتنظيم داعش. كيف تعلق على هذه الأنباء؟ بالبدء التحية الطيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللسادة المشاهدين. نعم سيدتي العزيزة، بأن هذه المباحثات مؤكد سوف تصل إلى نتائج متقدمة، لكون الجانب الأمريكي دوما وتكرارا بتصريحاتهم يقولون نحن أتينا إلى العراق بطلب من قبل الحكومة العراقية، فعندما نخرج من العراق يجب أن يكون بطلب رسمي من الحكومة العراقية. لا يمكن بأن هنالك فصائل وميليشيات أو جهات أخرى هي التي تطلب منا المغادرة العراق. فبهذه الفترة التي مضت كان العراق بأنه لا يطلب من قبل الجانب الأمريكي مغادرة العراق مهما أن تكون مسميات التواجد في داخل العراق. أما الآن لا، الجانب الرسمي أو القنوات الرسمية العراقية هي تطلب من الجانب الأمريكي بمغادرة العراق، لكن كما تفضلت جنابكم هنالك يجب بأنه أن يلاحظوا الوضع، يدرسوا كل الأجواء، الأوضاع، الجانب الأمني، الجانب كذلك حتى السياسي المؤثر على الجانب الأمني، حتى بأنه يبدأوا بنقطة انطلاقة بمغادرة القوات الأمريكية. أنا من رأيي الشخصي الجانب الأمريكي سوف يستجيب إلى ما يطلب منه العراق ويتجاوب بالمباحثات ويصلوا إلى نتائج متقدمة بهذه المسائل. فالآن وزارة الخارجية العراقية عندما تصرح بهذا التصريح، هذا التصريح نعم أمريكا كانت ليس معترضة دوما وتكرارا بهذه المسائل، لكن أعيد وأكرر الجانب العراقي هو من كان لا يرفض. لا ننسى بأن هنالك اتفاقية سابقا هي التي أتت بالقوات الأمريكية إلى العراق من جديد، كان على الأطراف السياسية الذي يصرحون بالفضائيات وغيرها أن يلجأوا إلى القنوات الرسمية لإلغاء تلك الاتفاقية أو إلغاء التواجد الأمريكي أو عفوا القوات الأمريكية بصفة العساكر في داخل العراق. نعم نعم. طيب، هذا التصريح أيضا من الخارجية العراقية، وكما أشرت حضرتك بأن الاتفاق بين بغداد وواشنطن يمهد لخفض تدريجي لوجود مستشار التحالف الدولي وإنهاء المهام العسكرية، وربما الحديث هنا عن استبدال مهمة التحالف بعلاقات ثنائية. ما الذي يعنيه هذا أستاذ باسل؟ أكيد العراق اليوم بأحوج الظروف إلى الكثير من الدول، العراق بأنه بعلاقات مشتركة ومصالح مشتركة مع الجانب جمهورية مصر العربية، مع الجانب الأمريكي، مع الجانب السعودي، مع كل الدول على مسافة واحدة، حتى مع الجانب الإيراني أن يكون على مسافة واحدة بشرط وشروطها أن يكون هناك احترام بسيادة البلد وهيبة الدولة العراقية. فلا إشكال بأنه الآن عندما بأنه تغادر القوات الأمريكية من العراق ليس بمعنى تنقطع العلاقات وتنتهي المسألة، لا تبقى العلاقات مستمرة وتبقى كل هذا المسائل، لكون العراق هو الدولة، فالدولة بحاجة إلى مساعدات، بحاجة إلى أسناد، بحاجة إلى كل هذه المسميات. الجنب الأخرى اللي عندما يتحدث وزارة الخارجية حول دراسة بأنه القضاء على داعش أو باستطاعة الجانب العراقي بأنه ليس لا يحتاج إلى الجانب الأمريكي، نعم الآن القوات الأمنية العراقية بأهم الاستعداد بأن تأخذ على عاتقها زمام الأمور بكل المحافظات العراقية وباستطاعتها أن تتصدى إلى أي هجمة شرسة بربرية داعشية. نتحدث عن عصابات داعش، لكن ملف آخر هو ملف القصف من خارج العراق إذا كان أمريكي أو إيراني أو غيرها، هذا متعلق بالحكومة العراقية، يجب هي الذي بالمرحلة الأخرى أو أهم مسألة بأنها تتصدى إلى هذه الهجمات أو إلى هذه الأساليب من أي دولة كانت بدون استثناء. فالآن بأنه بصراحة أنا الآن أتحدث معكم، واليوم كذلك صرح مثال بسيط وزير الداخلية قال بالأيام القادمة سوف نستلم زمام الأمور بكل المحافظات العراقية، خلال هذا العام وزارة الداخلية سوف تأخذ على عاتقها زمام الأمور بكل المحافظات العراقية، والجيش العراقي سوف يأخذ على عاتقه الحدود العراقية وكل هذا المسميات. فالآن هنالك انقلاب نوعية بداخل المؤسسة الأمنية، فهذه الحوارات بأنها عندما يتحاور العراق يتحاور من منطلق قوة
لكون هنالك مستعدين إلى هذه المسائل. الجنب الأخرى والأساسية، القوات الأمنية الآن المهارات التي يمتلكونها والخبرات التي يمتلكونها تفوق على ما كانت عليه في السابق بسبب المعارك والقتال والحروب التي خضناها مع عصابات داعش وغيرها. الآن بأنه بالمحافظات نوعا ما يوجد هنالك توترات وغيرها، هناك مثال بسيط، فرقة الرد السريع. فرقة الرد السريع حققت من الإنجازات والبطولات وسطرت أروع البطولات، هذه الفرقة التابعة إلى وزارة الداخلية. فلدينا من الإمكانيات. إذن حضرتك أستاذ باسل بتؤكد على جاهزية الجيش العراقي أو حتى وزارة الداخلية العراقية في حفظ واستتباب الأمن في الداخل العراقي وقدرتهم على الأخذ بزمام الأمور بعد ما قد يحدث أو من المتوقع أن يحدث بخروج قوات التحالف؟ أكيد تحصيل حاصل. أنا الآن عندما أتحدث مع جنابكم أختلف عن ما كنت أتحدث بالسنوات الماضية، لا أتحدث بأنه العراق يمتلك الجاهزية من الوزارة الداخلية ومن الدفاع، وحتى قبل قليل بصراحة نحن عندما نتحدث عن جاهزية وزارة الداخلية لكون وزارة الداخلية الآن تختلف على ما كانت عليه في السابق بالجاهزية، بقيادة الشرطة الاتحادية، بقيادة فرقة الرد السريع الذي ذكرناها قبل قليل الذي تؤتمر بقائدها الفريق ثامر أبو تراب، بكل الجاهزية. إن عدنا إلى وزارة الدفاع، وزارة الدفاع كذلك الآن تختلف على ما كانت عليه في السابق. لكن هنالك نقطة جوهرية ونقطة أساسية. العراق الآن يتباحث حول مسألة المباحثات الثنائية، خروج القوات الأمريكية بنفس المستوى. هل العراق اليوم سوف يتباحث أو يضع حد إلى الاعتداء الذي يحدث إذا كان من الجانب الإيراني أمريكي، من الجانب التركي، كل هذه الاعتداءات التي نراها بين الحينة والأخرى في داخل الأراضي العراقية؟ فهذه المسألة كذلك هي التي سوف تجعل بأن الرأي العام والمجتمع الدولي يتحدث ويعتلي أصواتهم، لماذا العراق ساكت حول هذه الهجمات أو هذه الأساليب التي تحدث من هذه الدول؟ لكن مسألة القوات الأمنية بأهم الاستعداد، حتى الهجمات التي تأتي من خارج العراق. إن عدنا إلى المؤسسة الأمنية، المؤسسة الأمنية بأهم الاستعداد أن ترد على أي هجمة تأتي من خارج، من أي دولة كانت. لكن ما دام القرار السياسي والنفوذ السياسي والوضع السياسي يتدخل بمسألة المؤسسة الأمنية، هذه المسألة التي تعرقل أو تضع مطبات نوعا ما اتجاه المؤسسة الأمنية. نعم. طيب أستاذ باسل، هل ما يحدث في غزة واستهداف المصالح الأمريكية في العراق كان هو الحدث الضاغط أو ربما القشة التي قصمت ظهر وجود التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق، أم أن هذا ربما كان متوقعا بشكل أو بآخر أو منتظرا بشكل أو بآخر، إن لم يكن الآن فسيحدث غدا؟ لا سيدتي العزيزة، المسألة خروج القوات الأمريكية من داخل العراق إن لم يكن الآن كما تفضلتي سوف يحدث غدا. ونعم حتى هذه المباحثات هي مستمرة إلى فترة طويلة، ولكنها الآن العراق بدأ يتعامل بجدية، ابتعد عن المجاملات، ابتعد عن بأنه المصالح الشخصية أو بعض الأطراف السياسية التأثيرات بأنها ابتعد من هذه المسألة. فالآن العراق يتعامل بجدية، وبنفس الوقت كذلك الجانب الأمريكي لم يكن يتوقع بأن المعركة في غزة سوف تطول كل هذه المدة. هذه المدة التي أطالت بها المعركة في غزة هي جانب آخر الذي جعلت الجانب الأمريكي يتجاوب ويتساهل بمسألة المباحثات بين العراق وبين الجانب الأمريكي. فهنالك كل المسائل متاحة، والعراق الآن بمصدر قوة بأنه يتباحث بخروج القوات الأمريكية، والجانب الأمريكي هو الآن لا يمكن أن يفتح أكثر من جبهة. هنالك جبهات في اليمن، في غزة كذلك يشارك، في كثير من البلدان. فنتوقع من خلال سحب بعض القوات إذا كانت في العراق أو في سوريا كما لاحظنا بالآونة الأخيرة، بمعنى بأن يوجد هنالك إرادة أو هنالك بأنه تأييد من قبل المجتمع الأمريكي بسحب القوات الأمريكية أو تقليصها من الشرق الأوسط. نتوقع هذه سوف تحدث بالكثير من البلدان. نعم. حسابات الجانب الأمريكي دكتور أستاذ باسل، وحضرتك ربما تحدثت عن الجانب العراقي، كيف ترى حسابات الجانب الأمريكي بهذا الخروج في هذا التوقيت وربما المنطقة مشتعلة؟
الجانب الأمريكي بصراحة بأن كان سابقا يتعامل بمسألة السلاح ومسألة التواجد الأمريكي على أرض الواقع وهذه المسميات، لكن الآن جنابكم على الطلع هم يتعاملون بسياسة أخرى وهي سياسة العقوبات، سياسة الكثير من القنوات الجانب الأمريكي رأى بأنها من الممكن أن يستخدمها أو أسلحة كثيرة أن يستخدمها بعيد عن البندقية، بعيد عن السلاح والطائرات وغيرها، أن يؤثر على هذه الدولة وتلك الدولة. الآن في العراق نتباحث حول مسألة خروج القوات الأمريكية، نعم، والجانب الأمريكي استجاب إلى بغداد بمسألة خروج القوات الأمريكية وقال هذا أمر بشأن العراق، والجانب العراقي إذا طلب منا سوف نؤدي هذه المسألة أو سوف بأنه نصل إلى نتائج متقدمة. لكن بجنبة أخرى، هل العراق بأنه سوف يمنع الجانب الأمريكي من الوقوف أو منع العقوبات وهذه المسميات على الكثير من الأطراف أو الشركات أو حتى صحيح؟ هذه ربما نقطة هامة جدا حضرتك أثرتها أستاذ باسل، مصير العلاقات الاقتصادية أو مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهما لهما ما بينهما على مدار سنوات طويلة. نعم، هذه المسألة تتعلق بصاحب القرار في داخل العراق، القوة السياسية في داخل العراق، أو إذا أرادت بأن تترك نتعامل ضمن القانون والدستور. القانون والدستور يقول بأن السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة هو يرسم السياسة الداخلية والخارجية للبلد للعراق. فإذا تركت القوى السياسية الأمر إلى متعلق إلى السيد محمد الشياع السوداني، نتوقع بأنه سوف يرطب الأجواء ولا يكون هناك مشاحنات أو تصعيدات أو بعض المسائل التي تعقد العلاقة بين بغداد وبين واشنطن. أما إذا استمرت التدخلات وهذه المسميات، أو إذا نقلنا الصورة إلى المجتمع الدولي بأن العراق حتى بعد خروج القوات الأمريكية سوف يبقى ساحة لتصفية الحسابات، فبمعنى العلاقات بالملفات الأخرى كالملفات الاقتصادية، الملفات التي تدعم بها الجانب الأمريكي إلى بغداد، من المحتمل سوف تعقد نسبة معينة لكون صحيح. بأن وربما تحركات السيد السوداني سيد باسل، لا أعرف إن كنت تتفق مع هذا أم لا، في الآونة الأخيرة تتجه ربما لتفاعلات أكثر مع المحيط وحتى مع المجتمع اللادولي بشأن تصاعد أو تصعيد التعاون الاقتصادي. نعم. ورأينا ذلك في عدد من الزيارات التي قام بها لدول أوروبية وحتى إقليمية وعربية. أحسنت سيدتي العزيزة، أن عاد المسألة وعاد الموضوع إلى السيد السوداني، فالسيد السوداني يريد أن تكون حكومته ناجحة. إن عاد المسألة والأمر إلى السيد السوداني، يريد السيد السوداني أن تكون أو يكون العراق على مسافة واحدة مع الجميع ضمن مصالح مشتركة وعلاقات مشتركة مع أي دولة كانت، ويعزز العلاقات. لكن التدخلات من بعض الأطراف والتأثيرات اتجاه السيد السوداني هي التي تعرقل هذه المسألة. السيد السوداني نعم لديه إرادة ولديه طموح أن يقترب أكثر بأكثر مع الكثير من الدول. الشيء بشيء يذكر بأن نلاحظ بأن عندما نأتي برئيس مجلس الوزراء بأنه مزاجه ليس مع الدول العربية، نرى هنالك العلاقات العربية بأن نوعا ما تجف. أما عندما نأتي برئيس مجلس الوزراء بأنه يريد أن يقترب مع الدول العربية، نعم، نرى هنالك علاقات مشتركة وتقارب وهذه المسميات. فأكيد من هذه المسألة ننطلق بأن السيد السوداني يريد تحقيق إنجازات، لكن الأطراف الذي خرج من رحمها ليس مزاجها 100% مع هذه. أنا بشكرك شكرا جزيلا، الوقت دهمنا سيد باسل الكاظمي ضيفنا من بغداد، الكاتب والباحث السياسي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.